انطلق اليوم مؤتمر القمة العالمية للقاحات بمشاركة أكثر من 50 دولة بالعاصمة البريطانية لندن، ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى حقبة جديدة من التعاون الصحي الدولي، في حين وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف جائحة كورونا بأسوأ أزمة يواجهها العالم. وتسعى القمة إلى جمع 7 مليارات و400 مليون دولار لمواصلة حملات التلقيح العالمية ضد الحصبة وشلل الأطفال والتيفويد والتي تأثرت بسبب تفشي فيروس كورونا. وستتيح القمة أيضاً إطلاق دعوات تمويل لشراء وإنتاج لقاح ضد كورونا ودعم توزيعه في الدول النامية. بعد 9 أيام من تعليق التجارب السريرية حول الهيدروكسيكلوروكين، قررت منظمة الصحة العالمية استئناف هذه التجارب والتي أوقفتها في 25 مايو الماضي. وكانت المنظمة قد أعلنت في نهاية إبريل مباشرتها تجارب سريرية حول الهيدروكسيكلوروكين، خصوصا سميت تضامن بهدف إيجاد علاج فعال لمرض كوفيد-19. وفي 25 أيار مايو أعلنت المنظمة العالمية تعليق التجارب على الهيدروكسيكلوروكين إثر نشر دراسة في مجلة ذا لانست الطبية اعتبرت أن هذا العقار غير مفيد بل ومضر أحيانا في معالجة كوفيد-19. وكان الهدف من التعليق السماح للمنظمة بتحليل المعلومات المتوفرة على أن تصدر قرارا في منتصف حزيران يونيو. ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة نوش البريطانية دكتور لؤي عثمان، استشاري طب الجهاز التنفسي بمستشفى نوريش الجامعي. دكتور لؤي، مرحبا بك. دكتور لؤي، يعني كيف يمكن أن نفهم استئناف منظمة الصحة العالمية للتجارب السريرية على عقار الهيدروكسيكلوروكين؟ ما الذي استجد حتى تعاود المنظمة استخدام العقار؟ شكرا أختي العزيزة على الاستضافة. حقيقة كما أنت ذكرت التواريخ، كانت الدراسة التي نشرت في مجلة اللانسيت بتاريخ 22 مايو من هذا الشهر، من الشهر السابق، هي التي نتج عنها تعليق استعمال الهيدروكسيكلوروكين. وزارة منظمة الصحة العالمية لديها دراسة تسمى سوليداريتي، الدراسة فيها أذرع مختلفة، واحدة من هذه الأذرع هو الهيدروكسيكلوروكين، وقامت بالتعليق حتى يقوم العلماء والخبراء بتحليل النتائج التي لديهم لكي يتوصلوا هل هناك ضرر بالفعل أو لا. ولكن الدراسة عندما نشرت كان هناك علامات استفهام كثيرة. حقيقة في بريطانيا ولدينا هنا لم نتوقف عن استعمال الهيدروكسيكلوروكين. ما حدث هو أن هناك دراسة أخرى يستعمل فيها الهيدروكسيكلوروكين فيها تقريبا ما يقارب 10,000 مريض، وقام الخبراء في هذه الدراسة بدراسة وتحليل كل المرضى الذين استعملوا الهيدروكسيكلوروكين ولم يجدوا أن هناك خطورة، واتخذوا قرار بنفسهم، قالوا ليس هناك خطورة بالنسبة لدراستنا فسوف نستمر. وأعتقد هناك دول أخرى اتبعت نفس المنهج، قالت بناء على تجاربنا وبناء على دراساتنا ليس هناك أي خطورة فسوف نستمر. وزارة منظمة الصحة العالمية أعتقد القرار حكيم بتعليق هيدروكسيكلوروكين حتى خبراءها يدرسوا نتائج دراساتهم، ولكن أعتقد هم تأخروا قليلا، فيعني 9 أيام وقت طويل بالذات بوجود جائحة مثل الكورونا تنتشر بسرعة، والوقت من ذهب لابد كان أن يكون البت في هل هناك ضرر أو لا في فترة أسرع من ذلك. ولكن نتفهم أيضا التعقيد، دراسة منظمة الصحة العالمية فيها دول مختلفة، أعتقد أكثر في جميع القارات، فيها باحثين مختلفين، فلذلك يمكن يكون لهم عذر في التأخير، ولكن القرار الحكيم هو الإعادة بإعادة استعمال الهيدروكسيكلوروكين. ولو سمحتي لي، أعتقد الذي المفروض نحن نقوم به هو أنه لا نقول أن الهيدروكسيكلوروكين مفيد أو ضار، ولكن نقول سوف نستعمل الهيدروكسيكلوروكين تحت الدراسة، والباحثين يراقبوا المرضى الذين يستعملوا الهيدروكسيكلوروكين ويتم التحليل بشكل دوري، وهذا هو الخيار الأمثل في جميع الأدوية التي تستخدم في المرة الأولى في مرض غريب ولا نعرف عنه الكثير. نعم، طيب دكتور لؤي، ما الذي يمكن أن نفهمه من ذلك التخبط في قرارات منظمة الصحة؟ هل هو وليد جدية الفيروس أم ماذا؟ أعتقد الفيروس، تحدي الفيروس كبير جدا، يعني لم نمر بشيء كهذا، ويمكن أن تقبل بعض الأخطاء، ولكن خطأ من منظمة الصحة العالمية بأخذ وقت طويل. أعتقد
هذا خطأ يعني لا يجب أن يكرر. الهيدروكسيكلوروكوين هناك دراسات بالمناسبة كثيرة في مجلات علمية تقول أن الهيدروكسيكلوروكوين ليس هناك فائدة من الهيدروكسيكلوروكوين، وبالفعل مثلا نحن هنا في بريطانيا لا نستعمله، ليس جزء من البروتوكول إنما هو جزء من الدراسات للتحليل. فأعتقد الخطأ يكمن في البطء في معاودة اتخاذ القرار بأن هناك ليس هناك ضرر ونستمر في استعماله، وننتظر نتائج الأبحاث وإن شاء الله يكون هناك نتائج إيجابية أو سلبية، ولكن نتائج. نعم. دكتور لؤي عثمان، استشاري طب الجهاز التنفسي بمستشفى نوريش الجامعي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدينة نوريش البريطانية عبر سكايب.